أذن على بركة الله وتوفيقه يحب الكريم. أيها المتابعون متواصلين من هذا الميدان، ميدان السمحة لسباقات الهجن العربية الأصيلة الشوط الرابع الذي تم تعلان انطلاقته بعون من الله وتوفيقه. نتقدم بالشكر والتقدير للجانب المنظمة لهذا الميدان ميدان السمحة على التنظيم الرائع والجميل. الشوط الرابع يسيل يحمل بيطيات عنوان الجعدان، ولكن دعوني اعطيكم نبذه جميله عن طريق الشايب الذي قدم التعار. تشكر عليه برفقه خادم بن محمد بن مطر الرميذي، مشكور يا ابو محمد على هذا الابداع. ننطلق بهذا الشوط، الشوط الرابع الذي يتقدم باشعاراته الجميله بالاسماء المتميزه. الرحله الى بدايه الشوط، تابع لي هناك على الانطلاق الاول بقيادة عدنان بن سلطان بن سيف العرياني الذي يتقدم إلى صدارة الانفراد الأول، يرافق على المستوى الثاني غدو مشعار آخر من يتابع حتى هذه اللحظات، يرافق محمد بن أحمد بن قنون الفلاسي هناك ثاير الذي واصل على المستوى الثاني والمركز الثالث. شوف التسلل ما شاء الله تبارك الرحمن، واصل الشجاع الذي قادم سلطان بن خلف بن خادم الرميثي والمركز الرابع لنا عودة عن طريق هناك رعد خلف حمدان بن مبارك بن عامر الحبسي، يتقدم بن مبارك إلى المستوى الرابع. أما المركز الخامس لنا عودة جميلة، وصل غازي محمد بن ذيب بن ذيب بن ذيب خلفان النعيمي على المستوى الخامس. والمركز السادس عطنا حامل رقم 22، وصل أشكر يتابع هزاع بن غصاب بن محمد. هذه الأسماء الذي تشارك النداء، هذه الأسماء الذي تشارك، ولكن شوف ما شاء الله، شوف الأسماء الذي واصلة. عود بنا إلى الصدارة، عود بنا إلى بداية الشاط، وين الرحلة يا على الانطلاق الأول. الله 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 الله، أرصد أشعار أبو سلطان، أرصد أشعار أبو سلطان الذي يسيطر بخطأ جميل الغاية، يروح نعيم إلى البداية. الله يبا يصب على اهل العين اذا صح التعبير بالمتابعه. دار الزين، دير بالك يا متتابع عدنان بن سلطان بن سيف النعيمي، ولكن المستوى الثاني. شوف هناك الشجاع الذي واصل غادم بكل قوه، حيث انه يمثل هذا الميدان برفقه سلطان بن خلف الرميثي. والمركز الثالث عاثنا جوله الى حامل رقم ثلاثه، وصل غازي محمد بن الذيب بن خلفان النعيمي، ولكن خلاص بقية الأسماء. شوف الكم الهائل، شوف الأسماء الذي واصلة، شوف هذه الشعارات، ولكن الحوار إلى البداية، الحوار إلى صدارة الشوط. رافقنا البداية، رافقنا البداية على الانطلاق الأول. هناك أثير الذي على الصدارة، أثير الذي على الصدارة عدنان بن سلطان بن سيف النعيمي، ولكن شوف المستوى الثاني، شوف الشجاع الذي واصل على المستوى الثاني. سلطان بن خلف خادم الرميثي المركز الثالث. اوه وصل السلال الشاهنيه، وصل المهيري، وصل غادم بكل قوه. احمد بن محمد بن كراز المهيري يتولى شاهين على المستوى الثالث. والمركز الرابع عطنا يا طه المركز الرابع، دخيلك يا طه، شوف لي المستوى الرابع، اشوف من على بعد، اشوف من على بعد، ولكن عود بنا للزمام الامور، عود الى الصداره. النعيمي ابو سلطان يهيمن الى بدايه الشوط. اثير اثير الذي قاد الشوط الذي انفرد، ولكن المركز الثاني يحمل الرقم 23 الذي قادم من يرافقه ويتابعه. وصل اشكر، وصل او هناك من يتابع بقياده سامي بن محمد الوهيبي الذي واصل ما يبنى نطاري، ولكن خلاص فات الاوان يا الوهيبي. اروح النعيم، اروح ابو السلطان، يروح يتقدم. سلام وتحيه سلام. اثير اثير الذي غاد هذا الشعار، تهانينا لعدنان بن سلطان بن سيف النعيمي، مشكور. المركز الثاني قدم عرض يشكر عليه
ريسنج بقيادة هناك سامي بن محمد بن علي الوهيبي على المستوى الثاني، والمركز الثالث بنشوف بنتابع بناخذ من خلال هذه الشاشة المتميزة. نتمنى التوفيق للجميع، ولكن بعود إلى شعار أثير الذي قدم عرض يشكر عليه، التوقيت 4:38 الذي رافق هذا الشعار. شكرا يا عدنان بن سلطان بن سيف النعيمي، مشكور يا أبو سلطان على هذا الأداء. ولكن بقية الأسماء سنترك المجال لخط لدور اللي نتخطى نهاية الهم. الشكر والتقدير. إذا وصلنا إلى بقية الأسماء، من وصل على المستوى الثاني تهنئة ل تهانينا لسامي عدينا هناك عندك الوهيبي على المستوى الثاني، والمركز الثالث يصل في حامل رقم 8 أو يحمل الرقم 1 سلطان بخلب بخادم الرميد على المستوى الثالث. أما المركز الرابع التهنية لمالك هذا شعار مالك شاهين أحمد بن كراز المهيري، والمركز الخامس تهاني لمحمد بن بيات بن منيف المنصوري على المستوى الخامس. أما المركز السادس بقيادة ناصر بن حمد بسم المنصوري. شكرا لكل المشاركين.